بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لليوم إن شاء الله تتكون من الشق العملي للمحاضرة الخامسة للقوائم المترابطة المزدوجة. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتطرق إلى عملية الديليت في الهيد وفي التيل، يعني عملية الحذف من الرأس ومن الآخر في القوائم. طبعا لو نظرنا لهذا المثال، لدينا هنا قائمة تتكون من ثلاثة عناصر، 1 10 15. كما علمنا سابقا أن القائمة لديها بوينتر يسمى بالهيد يؤشر على أول عنصر في القائمة، والتيل يؤشر على آخر عنصر في القائمة. والقائمة المزدوجة الدبل لينكد ليست تختلف عن القائمة وحديث التوجه سنجل لينكد ليست، أن لديها 2 بوينتر، أحدهما يؤشر على النكست والآخر يؤشر على بريفيوس. بريفيوس يعني إيه؟ سابق. بريفيوس، تمام. فلو نظرنا إلى العقدة 1 فنلاحظ أن لديها 2 مؤشرين، مؤشر يؤشر على النكست على العقدة رقم 10، ومن العقدة رقم 10 هناك مؤشر في الاتجاه الآخر يؤشر على العقدة رقم 1. الهيد أول عنصر في القائمة يكون المؤشر السابق نل، والمؤشر الأخير في التيل بيبقى نل، فتكون العقدة لدينا 1 لديها 2 بوينتر و10 لديها 2 بوينتر وهكذا. لو جينا نعمل ترافيرسنج لهذه العقدة بنقدر نمشي من 1 نيكست، يعني 1 دوت نيكست هيودينا لل10، لو جبنا ال10 دوت نيكست هيودينا على ال15، 15 دوت نيكست هيودينا على نال، لكن لو رجعنا من ال15 دوت بريفيوس هيرجعنا لل10، 10 دوت بريفيوس هيرجعنا لل1. نقطة مهمة، لو أنا قلت عندي بدي أروح من الهيد دوت نيكست دوت نيكست، معناها انه انا هيد هنا دوت نيكست هامشي لهذه دوت نيكست، انا وقفت هنا وقفت على المؤشر هذا، المؤشر هذا. لو قلت له دوت بريفيوس هيرجعني لها دوت بريفيوس هرجعها، يعني دوت نيكست هنعرف نتعامل معاهم بشكل ان شاء الله سلس ومهم. نبدأ نشوف عملية الحذف من البداية، عملية الحذف من البداية. فننظر لهذه، لو أردنا أن نحذف القيمة رقم 1 هذه. طبعاً أول شيء في عملية الحذف في الخوارزمية بنشوف هل هي الخوارزمية empty، وقلنا empty هي عبارة عن بنشوف إذا كان يوجد فيها عناصر ولا لا، عن طريق اللينكث اللي إحنا عرفناه متغير، إنه كل ما بنضيف عنصر كنا نزود قيمة اللينكث 1، وأول قيمة لللينكث كانت 0. فطبعا في الحالة اللي عندنا هذه المصفوفة أو اللينكد ليست اللي موجودة أو السلسلة غير فارغة. رقم 2، لو احنا رحنا جبنا هنا وجينا لرقم 2 كبرنا هذا الكلام، وهذا بدنا نحاول ايه نخفيها كذا، وجينا لهذه النقطة. أول شيء بقول لك عرف تم، تم هو عبارة عن مؤشر زي الهيد. التمب هذا ايش بدنا نعمل فيه؟ نوضعه هنا، هاي تمب، اسف، هو عبارة عن نود جديدة، يعني مؤشر جديد عندنا موجود، هاي تمب. بقول لك ساوي قيمة التمب بقيمة الهيد، يعني حيصير التمب ياخذ نفس القيمة اللي بتأشر عليها مين؟ الهيد، هاي رقم 2. شوف هل التيل بيساوي الهيد؟ طبعا هذه الحالة اللي موجودة هنا بتكون فريدة، وهذه الحالة تطبق في حالة انه يبقى عندي في اللينك دبل لينكد ليست خانة واحدة او عقدة واحدة، بيكون الهيد والتيل بيأشروا على بعض. طبعا الهيد لا يساوي التيل في الحالة اللي موجودة عندنا. بنيجي لمين؟ للإلس. بقول لك خلي الهيد دوت نيكست دوت بريفيوس بيساوي نال. وين الهيد دوت نيكست؟ هاي الهيد دوت نيكست، تعال وقف هنا،
دوت بريفيوس ارجع هنا، يعني احنا بدنا نحذف هذا ونسوي هذا بنال. طب يعني يجينا هذا خليناه نال بالشكل هذا. بعد هيك خلي الهيد ياشر على الهيد دوت نيكست، يعني صار الهيد هيد دوت نيكست اللي هو هذا، يعني الهيد بده ينقل حاله ويجي وين؟ هنا. بعد كده التيم دوت نيكست بيساوي نال، التيم دوت نيكست اللي هو المؤشر هذا، التيم دوت نيكست المؤشر هذا وين بده ياشر؟ على نال، يعني بدنا نحذف هذا ونخليه ياشر على نال. ونقص اللينكث، اللينكث عادي بينقص عنا، الآن هذه أصبحت السلسلة اللي لدينا من عند الهيد وكمل، هيد صار فيها 10 و15، وهذه القيمة كلها انحذفت صارت في الذاكرة في الجارج تبع الذاكرة. فأصبحت السلسلة لدينا 10 و15. إن كمان مرة، أول إشي بنعرف، طبعًا هذا كان يأشر على نال. نوضع المؤشر هذا كده ونرتبها بشكل كويس. أول شيء هل هي فارغة؟ طبعا لا. هل أول شيء عملنا نود تيمب بيساوي الهيد، هاي نود تيمب أشير على الهيد. لو لدينا الفانكشن كمان مرة أو الخوارزمية كمان مرة هي أشار على الهيد. بعد ذلك شوف التيل بيساوي الهيد، الهيد لا يساوي التيل. خلي الهيد دوت نيكس دوت بريفيس بيساوي النال، هيد دوت نيكس دوت بريفيس، يعني هذا صار يروح وين؟ على النال. خدنا له نال وقلنا له أشر عليها. من ثم الهيد بيساوي الهيد دوت نيكس، الهيد صار على الهيد دوت نيكس، صار الهيد هنا، هاي هيد دوت نيكس، تعال هنا. والتيم دوت نيكس بيساوي النال، تيم دوت نيكس اللي هو هذا صار يأشر على النال. هذا نال وهذا نال وننقص، اصبحت هذه النود ما لهاش علاقه بالسلسله الموجوده عندنا، بنعملها ديليت. ننفذ كمان مره، هل از امتي؟ طبعا لا. هل اعمل نود جديده بتاشر على مكان الهيد؟ هاي مكان الهيد اسمها تيم، اشرت على مكان الهيد. هاي وين بياشر الهيد؟ بتاشر عليه. تمام؟ هل التيل بيساوي الهيد؟ اه الهيد بيساوي التيل. قال لك ما دام الهيد بيساوي التيل خلي التيل بيأشر على نال، يعني هذه صارت التيل وين بتأشر؟ على نال، هاي نال جديدة. وصار ايه عند التيل بيأشر على النال هذا. هاي التيل بيأشر على النال. وخلي الهيد بيساوي الهيد دوت نيكست، الهيد هاي الهيد، الهيد دوت نيكست بتأشر على مين؟ هاي النيكست تبعه، بتأشر على نال خليه يأشر عليه، إذا هذا بده يأشر على نال هذا اللي هيك صار يأشر على نال. والتيم دوت نيكست بيساوي نال، التيم دوت نيكست ما هو نال. تمام؟ ونقص، أصبحت السلسلة هذه برا الهيد. هيك احنا حذفنا كل السلسلة. هل هي امتي؟ اه امتي، خلصت ما فيش فيها اي عنصر لانه حذفت كل العناصر. هيك احنا طبقنا عمليه الحذف بالهيد. نيجي نطبق الكلام هذا بشكل عملي. طبعا احنا في الاول عرفنا دبل لينكد ليست، عرفنا الستاتيك نود في لها هيد وتيل وحطينا لهم قيم نال، عرفنا اللينكد بيساوي صفر، وعملنا كلاس النود اللي في قلب بريفيوس ونكست وداتا، ولو علمنا الكونستراكتور له بالشكل هذا، واز امتي عملنا فانكشن، واللينكث عملنا لها ترجع اللينكث احنا بنزود عليه، وعملنا الانسيرت في الهيد والبرنت عملناها وعرفنا كيف تشتغل. الان بدنا نيجي لعمليه الحذف، نعمل ديليت ات هيد. كيف نعملها؟ اول شيء بنعمل فانكشن void delete الهيد، اول شيء بنفحص اذا كان هي امتي ولا لا. اف از امتي بنعمل ريتيرن يطلع من البرنامج وخلصنا. بعد ذلك
بنعمل نود جديده اسمها الدم. وهذا ايش بيساوي؟ بيساوي الهيد. سكان الهيد الحاله تبع سكان الهيد بيساوي التيل بيساوي بيساوي التيل. بدنا نعمل شغل في حالة انه الهيد بيساوي التيل. قلنا انه احنا بدنا نخلي التيل بيساوي نار. نخليه يأشرش على اي شيء. إلس جملة واحدة بدنا نخلي ايش؟ اللي هو الهيد دوت نيكست دوت نيكست دوت بريفيوس ايش بيساوي؟ نال. نلغي ايه؟ اللي راجع. تمام؟ من ثم هذه الجملة اللي هي الهيد بدنا نحركه، الهيد بيساوي الهيد دوت ايش؟ دوت نيكست نحركه للخلية اللي بعدها، والتمب عشان نخلص منها ونحذفها دوت نيكست بيساوي ايه؟ نال. بعد هيك ايش بنعمل؟ اللينث لينث ناقص ناقص انه ايه نقصناه واحد. نيجي نشوف المصفوفه اللي عندنا او السلسله اللي في قلبها ضفنا واحد واثنين وثلاثه ونطبعهم ونشوف ايش اللي بيصير فيها ونشوف نتذكر ايش موجود عندنا. عندي سلسله واحد اثنين ثلاثه ونل. الان بدي اعمل ايش؟ ديليت dll dot delete الهيد ونعود نطبع ايه السلسلة اللي عندي. لو حذفنا الهيد المفروض يطلع عندي 2 3 شايف 2 3. طبعا احنا بدنا نميز هذه ونحط هنا اطبع انه dll after head delete وسلاش ان عشان ينزل سطر وسلاش ان قبل ونجرب الكلام. طلع 1 2 3 نل دي ال الافتر ديليت 2 3 ونل. هيك احنا بنكون حذفنا بالهيد. نروح نشوف كيف بدنا نحذف بالتيل. نحذف الخليه هذه زي السابق ولكن الاختلاف عندنا انه احنا هنا بنقلب الكلام اللي كان موجود. نشوف مثال عندنا. لو احنا بدنا نحذف الخلية رقم 15، اول شيء بنعمل تمب. التمب هذه بتتأشر على التيل. في الاول كنا نخليها تأشر وين؟ على الهيد. الان هذه بتتأشر على التيل. تمام؟ أشر على التيل يعني هتاخد نفس الكلام تبع التيل. إذا كان التيل بيساوي الهيد لو كانت خلية واحدة طبعا لا بيساويش الهيد. احنا التيل دوت بريفيوس دوت نيكس بيساوي نال. تيل دوت بريفيوس هتيجي وين؟ ترجع رجوع بريفيوس دوت نيكس اللي هو هذا ايش بده يساوي؟ نال. إذا هذا هتحطه ايه؟ نال. وعندنا التيل بيساوي التيل دوت بريفيوس. التيل صار يجي على التيل دوت بريفيوس. وين بده ينقل حاله؟ ينقل حاله التيل دوت بريفيوس اللي هي هاد. وفي عندي التمب دوت بريفيوس بده يساوي نال. يعني هذا حيروح على نال. اصبحت العقده اللي موجوده عندي هذه ما لهاش ارتباط بالسلسله اللي هنا. فهنا مجرد اني انا بحذفها بالشكل هذا. لأن أصبحت في الذاكرة ما لهاش علاقة بالسلسلة لو أنا أجيت أطبع السلسلة. وكذلك لو أنا أجيت أكمل هأحذف هذا بنفس الطريقة. هنخلي التم يأشر على مين؟ على المكان اللي بيأشر عليه التيل. من ثم نيجي للتيل دوت بريفيوس دوت نيكست. تيل دوت بريفيوس دوت نيكست هذا نخليه يأشر على نال. ونخلي التيل يجي هنا. هاي التيل وهذه دوت بريفيوس تساوي نال شلناها اصبحت هذه نال وهذه ايه؟ نال.
وهكذا انه احنا الخلايا اللي عندنا صارت اللي عندنا السلسله بالشكل هذا، وهذه بنحذفها او بنتعامل معها او بنرجعها زي ما احنا. بالنسبه للخليه الواحده التيل بيساوي الهيد، خلي الهيد بيأشر على النار، ده الهيد وين حيأشر؟ على النار. تمام؟ وبعدين التيل بيساوي التيل دوت بريفيوس، ايش التيل هنا؟ التيل دوت بريفيوس بيأشر على النار، حنخلي التيل يأشر على النار برضه. والتمب دوت بريفيوس نل، وهذا نل، اصبحت المصفوفه كلها ايه هذه؟ ملهاش علاقه عندنا، وبنقص اللينك ايه؟ واحد، فاصبح التيل بيساوي الهيد والتنين مأشرين على نل. از امتي؟ از امتي، فبطلع من البرنامج وبخلص في المرحله لو احنا بنحذف كمان مره، فاصبحت فش عندنا سلسله بالشكل هذا. نطبق الكلام هذا عملي، نسميها ديليت لاست او ديليت فروم لاست، احذف من الاخر، void delete last بالشكل هذا. نرجع مع بعض ونشوف الكلام اللي احنا بنحكي. اول شيء بدي افحص if is empty، scan is empty بده يعمل return، يطلع نعمل نود جديده اسمها تم، بتساوي مين؟ في هذه الحالة هنعكس التم ايش بتساوي؟ التيل اف الهيد بيساوي التيل، وين حنوجه المؤشر؟ حنخلي الهيد بيساوي نال، عكس الكلام اللي موجود، كان احنا كنا نخلي التيل بيساوي نال. إلس هنشتغل على التيل الان، تيل دوت بريفيوس دوت نيكست بيساوي نال. بعد ذلك اللي هو بنحاول نحرك التيل، التيل بيساوي التيل دوت بريفيوس، عكس هذيك كنا نقول الهيد بيساوي الهيد دوت نيكست، هنا التيل بيساوي التيل دوت بريفيوس، نقدمه لقدام التي سبقتها. والتيمب دوت بريفيوس بيساوي ايه؟ بيساوي نل. واللينك ناقص بالشكل هذا. نعمل ديليت، نوقف هذه، بدل ديليت في الهيد نعمل ديليت في التيل، دي ال ال دوت ديليت لاست. الان مصفوفه 1 2 3، المفروض بعد الحذف تكون 1 2 والثلاثه ايش؟ تنحذف. نطبق الكلام هذا، 1 2 3 افتر ديليت، وين؟ بدل الهنا نقول اللاست بالشكل هذا، افتر ديليت لاست صارت 1 2 ونال. لو طبقت كمان مره ديليت لاست فاصبحت 1، كمان مره ديليت لاست فاصبحت ايش؟ نل، ما عنديش اي مصفوفه. تمام؟ هيك احنا بنكون اتعرفنا على عمليه الديليت من البدايه ومن النهايه، الضب للينكد ليست. اسال الله لكم التوفيق، ارجو منكم شغله واحده، انك تدرب مره ومرتين، عيد الكود مره ومرتين وثلاثه عبين ما انت تتقنه بنفسك. هذا بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.